انا لا خطك حلو ولا تبي تتكلم. خطه مو حلو ولا بيسوي لقاء. المفروض زايد هو اللي يقرب الحل. خلاص ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم. كبير الطفولة في أطفال يتابعونه إن شاء الله. ما تبي تتكلم؟ أنت منظمة عالمية ما تبي تتكلم؟ هذه الطفولة اللي أنت تعرفها، هذه براءتك. أوكي عرفنا براءتك من خطك صوتك. نسوي القائمة الأولى. إذا ما نسوي ما تبي تتكلم؟